وللحديث عن تطورات ثورة تشرين ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد الناشط التظاهرات عبد الله الفراجي. سيد عبد الله، مرحبا بكم. يعني شهد اليوم تظاهرات طلابية كبيرة في بغداد وفي عموم المحافظات العراقية، لكن ما دلالة ذلك، مشاركة الطلاب بهذا العصيان المدني سيد عبد الله؟ أهلا بك عزيزي. الطلاب شريحة واسعة وشريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي. أنت تعلم وكل المشاهدين أن العراق أن في العراق 6 مليون طالب، 6 مليون طالب تقريبا يمثلون 20% من الشعب العراقي، وهم تقريبا أوعى شريحة في البلاد، ومصير البلاد يهمهم كما تهم الشرائح الأخرى. فلهذا الطلاب شريحة واسعة وشريحة مهمة ولا يستهان بها، وقد تكون الشريحة الأكثر أو بيضة القضبان في التظاهرات العراقية فيما يسمى أصحاب القمصان البيض. المجتمع الدولي ممكن ينظر إلى تظاهرات الطلاب إن الأمر خرج عن السيطرة، وإنه من الضروري إيجاد حل لهذه الأزمة، ومن الضروري سماع صوت الشعب العراقي. واستبدال رئيس الوزراء. طيب، وسماع كلمة المتظاهرين. أستاذ عبد الله، العصيان المدني والإضراب العام الذي كان بأوسع صوره خاصة هذا اليوم، لا سيما من قبل الطلبة بمختلف فئاتهم وشرائحهم، باعتقادك هل أعاد الزخم للثورة بعد أن راهن السياسيون على موضوع عامل الوقت؟ نعم طبعا، كنت قبل 3 أيام قد زرت المطعم التركي، بالذات المطعم التركي وجسر الجمهورية. هناك تكلمت مع بعض الزملاء والأصدقاء عن مدى تحملهم لقساوة البرد، ومدى استجابة الحكومة لمطالبهم، ومدى إصرارهم على تحقيق مطالبهم. أحدهم قال لو أمطرت السماء سلاحف لن ننسحب إلا بتحقيق كامل المطالب. والآخرون قالوا أن الحكومة، نعلم أن الحكومة تراهن على مسألة الوقت والبرد وربما الأمطار الغزيرة حتى ننسحب. قال بالحرف الواحد أن العراق يشهد كل عام في الشهر العاشر أو في الشهر الحادي عشر من كل عام أمطار غزيرة، إلا أن الأمطار لم تأتي إلى الآن، وهذه رحمة من الله لكي نستمر في التظاهرات ونستمر في الاعتصام هنا في التحرير ليلة نهار. أستاذ عبد الله، على الرغم من كل الدعوات لبدء الدوام، الطلبة لم يستجيبوا وواصلوا إضرابهم عن الدوام، لكن هنا في هذا المفصل هل تعلم العراقيون من الدرس بأن موضوع الرجوع إلى بيوتهم يعني انحدار الأوضاع نحو الأسوأ؟ هل تعلموا هذا الدرس أستاذ عبد الله؟ نعم، أغلب الذين تحدثت معهم من زملائي قالوا بالحرف الواحد، الرجوع هو الاستسلام، الرجوع هو الخنوع، الرجوع هو القتل والتصفية والتنكيل بالناشطين وبكل من خرج على هذه الحكومة في كل المحافظات، في كل الساحات، في كل الميادين. الرجوع هو الاستسلام، الرجوع هو بقاء هذه الحكومة بكل طواقمها، الرجوع هو بقاء النفوذ الإيراني، الرجوع والتنازل ونهاية الاعتصامات والخروج من الساحات هو بقاء النفوذ الإيراني، هو بقاء الوضع على ما عليه قبل 3 أشهر. لا يمكن للمتظاهرين أن يخرجوا، أن ينهوا اعتصاماتهم بعد كل هذه الدماء التي سالت في ساحات بغداد وساحات المحافظات، أكثر من 450 قتيل وأكثر من 20,000 جريح. لا يمكن للمعتصمين أن يفكروا ولو تفكيرا لثواني أن يخرجوا أو أن ينهوا اعتصاماتهم هذه، لأنهم يعلمون، صغيرهم وكبيرهم وتعلمهم وأميهم يعلمون أن نهاية الاعتصامات هي نهايتهم، نهاية المشروع الوطني الذي ابتدأوا به في الأول من الشهر العاشر. لا يمكن للمعتصمين أن يخرجوا من ساحات الاعتصام إلا بتحقيق كامل المطالب، وليس فقط هو رئيس الوزراء، بل رئيس الوزراء وكامل كابينته الوزارية تبدل، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ولمدة قصيرة، ثم يستبدل قانون الانتخابات وقانون
ويقر قانون الأحزاب ثم تبدأ انتخابات مبكرة. أستاذ عبد الله، يعني تعلم بأن المهلة المحددة لتسمية رئيس وزراء جديد للعراق ربما تكون شارفت على الانتهاء أو قريبة من ذلك. أنتم كمتظاهرين، ما هي الخطوة القادمة؟ يعني ماذا تحمل قادم الأيام؟ هل ستبقون في ساحات التظاهر إذا كان المرشح لتسمية رئيس الوزراء هو قصي السهيل؟ ما هو ردود الفعل من جانبكم أستاذ عبد الله؟ أخي، الكل يعلم أن كتلة البناء رشحت قصي السهيل وهي تعرف أنه مرفوض من قبل الشعب، لكن بعض المتظاهرين أو بعض قادة المتظاهرين من الزملاء يقولون أن الحكومة أو تحالف البناء لديه شخص آخر مواصفاته شبيهة بمواصفات قصي السهيل، حتى إذا ما رفض قدمته وأعلنت أنه مرشحة الأول. أخي، فلذلك الحكومة لن تنجح بتمرير أي رئيس وزراء. المدة تقريبا ستنتهي اليوم تقريبا أو غدا. نعم، المدة ستنتهي اليوم أو غدا، ولن يمرر أي رئيس وزراء. نعم، اليوم الأحد ستنتهي عصرا، ولا يمرر أي رئيس وزراء. وهذه أعتقد جرس إنذار، هذه المظاهرات اليوم والاعتصامات والأصيان المدني في المحافظات كافة جرس إنذار للحكومة بغداد أن لا تلعبي بالنار. هذه الألوف خرجت وهذه الملايين خرجت لاستبدالكم جميعا، لا لترشيح فاسد آخر وشخص آخر ممكن أسوأ من الذي قبله. فمستحيل أن يقبل المتظاهرون باستبدال قصي السهيل بآخر هو يحمل نفس المواصفات ويحمل نفس الفكر وذات التوجه الإيراني، بحيث وكأن لن نخرج لاستبدال عادل عبد المهدي بشخص آخر. من بغداد الناشط في التظاهرات عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لكم.